خدني في النقطه دي كابتن ضياء، يعني لو احنا هنتكلم ان القوه الشرائيه او الاسعار بقت عاليه جدا مقارنه باجيال طبعا حضراتكم، ده طبيعي، بس ده حصل بره، بس بره اللاعب مهما اخذ من مقدار ملايين وغيره او هنقول مليارات، بس عمره ما بيبقى عنده الحته دي. عارفه ليه؟ لان هو اتربى على ايه؟ كل حاجه هناك ماشيه صح. نوانت بمعنى احتراف احتراف. انا سوري ببيع نفسي للنادي، وقتي، اسمي، تدريبي، شكلي، ادائي، انتاجي للنادي. هنا الاحتراف بيتاخد صدقيني في مفهوم واحد بس، الوكيل او السمسار، وبقولها سمسار ومتعمد اقولها سمسار مش وكيل. اوكي بياخد ايه؟ انا هدفع هبيع بكام عشان اخد نسبتي ايه؟ او الوسيط بين الوكيل واللعيب والنادي هياخد كام، واللي يهمه ياخد كام، مش يهمه ان اللعيب ده رايح فين وهيأدي ويعمل ايه. مبالغ مبالغ فيها، يعني اللعيب يلعب سنه او اتنين يعمل له 10 12 20 مليون وخلاص على كده. دماغه ما بقتش في الكوره علشان ما انا عندي فلوس وانا بلعب عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر يأدي؟ لا والله العظيم ثلاثه، هروح السنه دي من النادي ده للنادي ده علشان اخد قد كده، او النادي ده بيعرض عليه قد كده، فما يهموش انه يأدي كويس لان السنه الجايه كده كده رايح المكان بمبلغ عالي لما جدا. لما يلعب مع التوب، يعني لما يجي لاعب بيلعب مع افضل نادي موجود، هو بيبقى برضه ليه مش فاهم ان هو لو راح من هنا مفيش فرصه احسن؟ دي ليها مواصفات يعني في الداخل يعني. يعني احنا زمان لما بقول اللعيبه اللي كانت موجوده في النادي الاهلي كلها بقت ستار، سوبر ستار، والاسم لوحده الناس كلها عارفاه. يعني حضرتك كابتن ضياء جيلكم انتوا كنتوا بتصرفوا اصلا من جيبكم، يعني ده حسب ما انا عارفه يعني. ده مفيش فعلا، احنا كنا الواحد كان بياخد مصروفه يروح بيه مواصلات ويرجع بيه، لو كل حاجه كل ما كلش، لو في النادي اوكي خلاص على كده. دلوقتي فلوس كتير جدا يا ولد، مش بالقيمه صح. انا ما عندي، انا مش ضد ان اللعيب ياخد فلوس ويامن مستقبله، بس ادي بقى مقابل بس ادي الفلوس مقابل دي. الكلام دوت. وبعدين في حاجه اسمها روح، معلش، النادي الاهلي قيمه وقامه، النادي الاهلي اللعيب اللي يدخل يلعب في النادي طبعا الاهلي لازم يتحمل اسم النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي. بمعنى انا كنت النهارده بشوف مباراه زي ما بقول لك قبل الهوا 2007 نهائي كاس مصر، لا الروح مختلفه تماما. الفرق بين لعيب النادي الاهلي واي لعيب تاني في الدوري المصري او في اي مكان الروح. صح. القلب ممكن تبقى لعيب الموهبه بتاعته او الفنيات بتاعته 60-70%، 50%، بس الروح بتعوض، الروح بتعوض 200%. ما احنا ملوك التسعين ليه؟ ما هي ملوك التسعين دي معناها ان انا لغايه اخر دقيقه يعني بعطي وبفني نفسي في الملعب. كان ايه اللي بيحصل الفتره اللي فاتت؟ كنا ممكن الاهلي يخسر اثنين بدايه او ثلاثه، بس انت مطمن. برافو، خلاص شفت بقى متاكده. لا ده انت لعبت، كنت بتلعب، كنت بتلعب الجيل اللي فات، بلعب كوره والله. طيب كنت متاكده ان في وقت من الاوقات احنا هنعمل ايه؟ هنتعادل وهنكسب. ليه؟ لان بالظبط ليه الروح باينه. انا اخر تلت ساعه شايفها في المباراه والله العظيم ثلاثة وان سايد جيم. ابو تريكا جايب جون في الدقيقه 89 او 90، وبعدين حصل اكسترا تايم. انا نزلت بعد كده بقى، انا متاكد الاهلي كسب طبعا، انت مش عارف تاني اسامه حسني على طاقه بهدف او هدفين، انا مش فاكر خلصت على ايه، لكن الروح بتفرق. انا هدي اللي احنا مفتقدينها حاليا في النادي الاهلي، روح وقلب اللعيب جوه النادي. مش كل هم يبقى السنه دي انا بمضي بكام، السنه الجايه همضي بكام. صح. السنه دي نهاوند خدت 30 مليون، انا عايز اخد 35 مليون او اتساوي بيه. ويمكن على